استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة. وقد حرص الجانب الأمريكي أثناء لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، والتي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وكذلك نفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وكذلك بمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.